دور المواطن بالتبليغ عن كل هذه التجاوزات وعدم وأهمية الرقابة أيضا والإشراف من جهة الاختصاص على ارتفاع الأسعار اللي في الكثير من الأحيان يكون بشكل ذاتي للأسف الشديد من التجار. نتابع في هذا التقرير. أكيد طبعاً ارتفاع الأسعار هو ارتفاع أسعار على مستوى العالم، لكن لما نيجي نحكي على مستوى أسعار استهلاكية مواد أساسية مثل الدجاج خلينا نحكي، هاي مشكلة كبيرة لأنه في كتير ناس اعتمادها الكبير على الدجاج وهذا بيأثر عليهم، ما بيقدروا يجيبوا اللحمة. كرب أسرة يعني عندي 4 أو 5 أولاد مع زوجتي، أقل شيء بدك من 10 ل 15 دجاجة شهرياً عشان ارتفاع كمان بالمقابل أسعار اللحوم. فلما أجي أنا أحكي بدي من 10 ل 15 دجاجة، يعني أنت بدك موازنة كاملة على أساس الدجاج حاله. الصورة أن التاجر، بعض التجار يحاولون التلاعب في عملية وقضية ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لكن لا انخفاض في الأسعار، دائماً في الارتفاع. كما قلت وأشرت أنه يجب أن يكون هناك محاسبة، يجب أن تكون هناك رقابة على التجار. وضع يعني سيء جدا جدا بالنسبة للحوم وللمواد التموينية، مرتفعة كتير واللحوم كتير مرتفعة، وبالنسبة أخص إشي كتير يعني الدجاج كتير مرتفع. انت علي يعني 5 دجاجات صغار قد زي قد الزغلول، قد الزغلول الدجاجي حكم 100 شيكل. يعني الدجاج هالكدي ب 30 شيكل واحنا معناش يعني قدار الحكي هذا، يعني الوضع ما بزبط هذا اللي بيصير قاعد. الأسعار يعني مرتفعة بشكل رهيب، خاصة الدجاج بشهر رمضان، يعني الدجاج بتجيش بالطعميش ولد صغير حكى 30 و35 شيكل، مين بده يقدر هذا الحكي؟ طبعا بالنسبة لهالأسعار هاي اللي احنا بنمر فيها بالوقت الحالي اشي غريب عجيب، وما مرش اقول لك بجزء من 4 أو 5 سنوات هذا الحكي ما صار. يعني امبارح جيت اشتري دجاجي وكان اشتريها ب 21 22 اكثر اشي، يعني امبارح وقت اشتري دجاج بقول لي 37 شيكل. قلت طب ليش شو صار يعني؟ بقول لي ب 20 شيكل كيلو دجاج. في زلمه كان اخذها ب 10 و10 ونص و11 عايش يعني 37 شيكل، هي يعني انا عندي 7 8 بدي دجاجتين ادفع 75 شيكل. هل لجك تضر اللحمة رخص نوغل اللحمة، رحت نجيب لحمي بكل 45، بطلنا نوغل لحمي، رحت نجيب كيلو بندورة الكيلو ب10، بطلنا نوغل بندورة، رح نجيب بطاطا الكيلو ب5، بطلنا نوغل بطاطا. يعني كل شيء غلى مش طبيعي من جميع الأنواع والأصناف والأشكال، غلى مش طبيعي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا